قبل ما نبدأ الحدوتة محتاجة أفكرك بكام حاجة. أول حاجة، مين أجاثا دي أصلاً؟ بص معلم، أجاثا دي هي الشريرة اللي ظهرت في مسلسل واندا فيجن. لو أنت ما شفتوش هتلاقيه طيالك في الآي اللي فوق يمين شمال على حسب لغة اليوتيوب عندك عاملة إزاي. وتلخيصاً للأحداث، يعني دي ساحرة كده استغلت غضب واندا على حياتها ومود فيجن وخلتها تعيش في وهم أثناء ما أجاثا كانت بتستغل سحرها. وفي الآخر واندا بقت هي سكارلت ويتش وخلت كل الناس تطلع من الوهم اللي عملته أجاثا، ما عدا أجاثا ذات نفسها سبناها وهي فكر نفسها لسه في الوهم. ومن هنا اقدر اقول لك الحدوة بتبدا مع المحققه اللي اسمها اجاثا، واللي بتروح ساعتها المسرح جريمه في الغابه وبتكون الجثه ميته بطريقه بشعه جدا. المهم ان اجاثا بتروح لمكتبه علشان تدور على كتاب هيفيدها في التحقيق، ولكنها لما بتنزل المكتبه بتلاقي القسم اللي فيه كتاب محروق بطريقه غريبه جدا، وبيكون وراها شخص مريب بيقول لها ان كل حاجه اتدمرت وكل نسخ الكتاب راحت. بعد كده بيسيبها الراجل ده وبيختفي. فساعتها اجاثا بتستغرب من الموقف ده، ولكنها بتطنش وبترجع للقسم اللي شغالة في من تاني، وبتكمل بعد كده تحقيق في الجريمة. ولكن المشكلة ان تيجي ساعتها عميلة من المباحث الفيدرالية اسمها فيدال، دي جات علشان تحقق مع اجاثا في الجريمة، واللي بيكون واضح ان اجاثا مش طايقاها بربع جنيه لسبب ما. واثناء بقى ما هم بيحققوا في الجريمة بتبدا ساعتها فيدال دي انها تكلم اجاثا عن ويست فيو، وان ممكن سكان ويست فيو يكونوا عارفين حاجة عن القاتل ده. فساعتها اجاثا اول لما بتسمع سيرة ويست فيو بتتعكنن وتطلب من فيدال انها تمشي من مكتبها. اجاثا بتروح بيتها اللي في ويست فيو، بتكون عايشة حياة كئيبة جدا وكأن في حاجة غريبة في حياتها. المهم الباب بيخبط، وأول لما أجاثا بتفتح الباب بتلاقي فيدال قدام الباب وجايبها ساعتها بيتزا عشان تصالحها ويقضوا الليلة مع بعضيهم. وأثناء ما هم بيشربوا تفاح وماشيها تفاح بيقعدوا يتكلموا عن القضية والحاجات اللي وصلت لها أجاثا. وأثناء ما بيتكلموا فيدال بتسأل أجاثا، هو أنت عمرك ما طلعتي من ويست فيو؟ فطبعا أجاثا بتستغرب وبتقعد ساعتها تفكر وإنها عمرها فعلا ما خرجت من المدينة اللي هي فيها دي. ده غير إن فيدال بتسألها، هو أنت فاكرة ليه بتكرهيني ومش طايقاني أصلا؟ فأجاثا ساعتها بتفكر وبتقول والله لا، بس انا متاكده ان انا بكرهك لسبب ما انا مش عارفاه. وقبل ما يكملوا كلامهم اجاثا بتسمع صوت في الدور اللي فوق، ولما بتطلع تشوف فيه ايه بتلاقي ساعتها حرامي بيسرق حاجه. واول لما بيشوف اجاثا بيقوم جاي جاري، وطبعا اجاثا بتجري وراه علشان تقفشه. وبعد جري كتير الواد ساعتها بتخبطه عربيه، فاجاثا بتعرف تقبض عليه وبتاخده الاسم عشان تحقق معاه. وبعد شويه تحقيق بتقعد تزعق في الواد وبتحط طنب الترابيزه صور لجثه وبتفضل تساله يعرف ايه عنها. فالواد ساعتها بيستغرب بيقول لها، اعرف ايه يا ست انت جايبه لي شويه صور لورد وحدايق وتقولي جثة انت مجنونه وليا ولا في ايه يا المسا؟ ساعتها اجاثا بتبص في الورق وبتلاقي فعلا كل الصور حديقه اساسا مش جثه ولا اي حاجه. وكمان لما بتبص للمكان المفروض واقفه فيه فيدال بتلاقي ساعتها مكانها لوحه غريبه، وساعتها الواد ده بيبدا يقول طلاسم غريبه كده. فاجاثا بتتوتر وبتقول له ان هو هيقضي الليله دي في الحبس. وساعتها اجاثا بتنتقل لعربيتها وهي مش فاهمه اي حاجه خالص، وبالذات انها متاكده ان في جثه وكانت جريمه بتحقق فيها كمان. وعلشان تتاكد بتروح ساعتها لمشرحه ويست فيو علشان تشوف الجثه بنفسها، ولكنها مش بتلاقي الجثه. بس لما بتقعد كده تفتكر مواصفاتها بتلاقيها قدامها، ولما بتقرب منها وبتقرا اسمها بتلاقي امضه واندا ماكسيموف. فاجاثا بتدمع، وساعتها فيدال بتظهر تاني لاجاثا وبتقول لها ان واندا ماكسيموف مشت ومعاها كل نسخ كتاب السحر اللي اسمه الدارك هولد، وسابت ساعتها اجاثا في الوهم ده للابد. ولكنها مش محتاجه تفضل في الوهم ده للابد، وتقدر كمان انها تحرر نفسها. فاجاثا ساعتها بتتخنق وبتحس ان الدنيا حر، فبتبدا ساعتها انها تقلع، ومع كل لبس بتقلعه بيظهر شكل من اشكال اجاثا في مسلسل واندا فيجن، زي كده مثلا اللبس الرياض بتاعها او اجاثا الابيض واسود وهكذا. وكل ما بتشيل لبس بيرجع شكلها لاجاثا الساحره اللي احنا عرفناها، لحد لما فيدال بتسالها اسمها ايه، وبيظهر ساعتها على ورقه الجثه ان اسمها اجاثا هاركنز. وساعتها اجاثا بتفوق في بيتها في ويست فيو وهي قلعه صلوتي ملوطي كده، وبتجري في الشارع عشان تسال الناس هي عايشه هنا من امتى. والناس ساعتها بتقول لها انها عايشه هنا بقى لها 3 سنين. فاجاثا ساعتها طبعا بتتصدم ان بقى لها 3 سنين في الوهم، وكل ده هي مفكره نفسها محققه في الحياه اللي اخترعتها لنفسها دي، وان كل الناس اللي كانت بتتخيلهم كانوا جيرانها عادي وشايفينها مجنونه اساسا. المهم ان اجاثا بترجع بيتها من تاني وهي لسه صلوتي ملوطي كده، وبتحاول انها تستخدم قواها، ولكنها بتكون راحت مع كتاب الدارك هولد اللي واندا سرقته منها. المهم اثناء ما اجاثا بتتصدم وعماله تفكر تعمل ايه بتلاقي صوت غريب في شقتها، ولما بتروح تشوف فيه ايه بتلاقي الواد الحرامي اللي كانت بتجري وراه مخطوف ومحطوط في زنزانتها. وحتى اجاثا ما بتكونش عارفه هو ده وهم ولا مين ده وبيعمل ايه عندها اصلا، لحد لما بتهجم عليها فيدال واللي بتطلع ساحره هي كمان وعدوة اجاثا.
تقريبا يعني. المهم انها تهجم عليها عشان تقتلها، واحنا نفهم برضو الحوار ده قدام شويه. المهم ان بما ان اجاثا بلا قوه بيكون من السهل ان بيدال تقتلها، ولكن اجاثا ساعتها بتقول انها بلا قوه دلوقتي، واكيد يعني بيدال مش عايزه تقتل اجاثا بدون قتال وهي ضعيفه كده، انما على الاقل تبقى تنزل لها 1 في 1 لما اجاثا ترجع قوتها من تاني، زي راجل لراجل لما رجع قوتي بقى من تاني. فساعتها فيدال بتقول لها والله الكلام منطقي، فبتقرر ساعتها انها تسيبها لحد لما ترجع لها قواها من تاني، ومن ثم ترجع بقى تفشخها براحتها، ولكنها بتحذرها انها مش الوحيده اللي عايزاها تموت، وانها هتعاني طول حياتها بالذات من شرير اسمه السبعه من سالم، والله هو اسمه كده حرفيا. المهم بتقوم سايبها بعد كده وماشيه بعد لما علمت عليها، انما اجاثا بتبدا انها تلم حاجتها وتهرب قبل ما السبعه سالم دول يجوا عشان يفشخوها، وبتكون عايزه انها تسيب الواد ده وتمشي، ولكن الواد بيقول لها ان هو عايزها توريه طريق الساحرات. فاجاثا ساعتها لما تسمع كلمه طريق الساحرات دي بتقول انها اسطوره وان مفيش حاجه اساسا اسمها كده، ولكن الواد بيقول لها ان طريق الساحرات ده حقيقي وان الساحرات الحقيقيات بيقولوا ان هو اسطوره علشان يخفوا عن العامه وبس، وان الطريق ده طريق مليان بالمصاعب، ولكن لو عديت منه وصلت لنهايته هتقدر تحقق اكتر حاجه نفسك فيها. فاجاثا ساعتها بتستغرب ازاي واد عنده 16 سنه عايز يروح الطريق وازاي عرف عنه اصلا، وحتى لو وديته فهو هيموت ساعتها. وبنعرف ساعتها ان اجاثا كسبت قوتها السحريه لانها وصلت للطريق وعدته وقدرت تكتسب قوه سحريه، وان الواد ده معجب باجاثا وقرا كل شيء عنها، علشان كده هو اقتحم بيتها والقى تعويذه عليها عشان يصحيها من الوهم اللي هي كانت فيه، وان هو درس السحر وكل حاجه بس لسه محتاج قوه، واللي هيقدر يديله القوه دي يبقى الطريق. وبما ان اجاثا عارفه ازاي تروح للطريق ده وكمان هي محتاجه ترجع قواها هي كمان، فبتكون فكره كويسه جدا انها تعدي الطريق ده وتتمنى قواها ترجع لها من تاني. فاجاثا طبعا بتعجبها شجاعه الواد وتقوم جايه سالاه عن اسمه، ولكن الواد لما بيقول اسمه بيظهر ان في زي تعويذه على بقه بتمنعه ان هو يقول اسمه ايه، وبيبقى ساعتها على بقه حرف الام، واحنا برضو هنعرف ده ليه قدام، كل حاجه بنعرفها قدام. المهم ان اجاثا مش بتحط في دماغها وبتوافق على خطه الواد، ولكن عشان يوصلوا لطريق الساحرات محتاجين من الساحرات يلقوا تعويذه معينه عشان الطريق ده يفتح. وبما ان اجاثا تبقى لوحدها دلوقتي فبتنطلق عشان تلاقي ساحرات، بس مش ساحرات ساحرات يعني، هي بس محتاجه حد عنده شراره سحر، حاجه بسيطه كده يعني، تروح تكبس السجن المصري كده وخلاص. اول مكان بتروحه اجاثا يبقى مكان فيه ساحره بتدعي انها تعرف الغيب، بتعرف مستقبلك والكلام ده كله. المهم اجاثا بتخش عليها وبتمثل ان الواد ده يبقى ابنها، وانها محتاجاها علشان جوزها مات قريب وعايزه تعمل جلسه تحضير ارواح، وانها فما عايز تستحضر روح جوزها عشان تعرف منه مكان الكنز اللي مخبيه فين والى اخره. فطبعا الكاهنه دي بتوافق وبتقعد قدام البلوره اللي المفروض انها بلوره سحريه، وبتقعد تمثل عليها فاهم انت ايه وبتاع زي ما احنا عارفين يعني، واجاثا برضه في نفس الوقت بتمثل عليها كمان عشان تعرف اذا كانت ساحره ولا لا يعني. فالكاهنه ساعتها بتقوم جايه قايله لاجاثا ان في شخص اجاثا اذته جدا، وهو الشخص ده كان حاططها في وهم بقاله 3 سنين، وان هو اخذ منها قوتها، ودي مش اول مره اجاثا تتخان من ساحره، بس كل مره هي بتكمل وبتبقى اقوى من الاول. فاجاثا ساعتها بتتصدم ان الكاهنه دي ساحره بجد ولا ايه، وبكده هي تكون لقت اول ساحره. بس الكاهنه واللي اسمها ليليا بتكون مش عايزه انها تنضم او تشارك اجاثا في حاجه لانها شريره وسمعتها سبقها اسام في عالم السحر سمعه المهم اجاثا ساعتها بتفضل انها تحاول انها تقنعها وبتنجح في اقناعها، ولما بتقول لها انها رايحه الطريق فليليا ساعتها بتوافق انها تساعدها علشان توصل لنهايه الطريق هي كمان وتكسب اللي هي بتتمناه، يعني وين وين سيتويشن يا معلم. تاني ساحره بتكون واحده بتبيع شمع ليه علاقه باليوجا والطاقه والهبل ده كله، واللي بتكون عارفه اجاثا، وطبعا في الاول ما بتكونش عايزه انها تساعد اجاثا لان ما حدش طايقها اصلا، ولكن اجاثا بتقنعها لما بتقول لها انها بقى لها قرن ما عندها السحر لان في تعويذه القت عليها، ولكن لو راحت معاهم الطريق ووصلت لنهايته هتقدر انها ترفع التعويذه وتسترجع قواها من تاني. فالساحره ساعتها واللي اسمها جين بتوافق، وبكده يبقى معانا ساحرتين، ده غير اجاثا، بس اجاثا كده كده ما عندهاش سحر يعني. تالت ساحره معانا بتبقى ساحره بنت، ساحره بنت علينا، ولكنها بتبقى ساحره يعني على صغنونه كده، سخنتوته كده، سخنتوته كده، كوتشي بوتشي كده خالص. المهم اجاثا بقى بالصحاب على السريع كده بتتسبب في طردها، وبتقول لها انها تروح الطريق معاها بالذات لان الشائعات بتقول ان امها ماتت وهي في طريق الساحرات اصلا، ولحد دلوقتي هي معرفش هي ماتت ولا اتزنقت هناك واتحشرت السكه زحمه ولا ايه الحكايه اساسا. وللاسف مش بيبقى قدامها غير حل واحد، انها تروح الطريق معاهم عشان تعرف ايه حكايه امها دي. بالمناسبه يعني الساحره دي اسمها اليس، ولكن للاسف اليس مش بتوافق وبتسيبهم وبتمشي، وبكده اجاثا بتكون محتاجه ساحره غيرها. ما نشوف بقى اي ساحره ثانيه شويه. اثناء بقى ما اجاثا في العربيه مع الواد بتساله عن نشاته، والواد بيبدا ان هو يحكي، ولكن الغريب ان اجاثا بتحس كان الواد معمول له ميوت، يعني هي مش سامعه اي حاجه من اللي هو بيحكي
ده، هي سمع كل حاجة ما عدا بس الكلام اللي الواد بيحكيه. فأجاثة ساعتها تستغرب، ولكن هم بيوصلوا البيت أجاثة عشان يبدأوا الطقوس، وكل الساحرات ساعتها بتوصل. والغريب إن أليسيا كمان بتيجي بعد لما بتقلب الموضوع في دماغها وبتوافق. وأجاثة بتكون عايزة إنها تبدأ التعويذة، ولكن جين بتستغرب إن هم محتاجين ساحرة من نوع ساحرات الأرض عشان التعويذة تنفع أصلاً. فأجاثة ساعتها بتتردد وبتكون عارفة هي مين الساحرة اللي هم محتاجينها دي، واللي تبقى للأسف فيدال. ولكن أجاثة بتمطل عشان تفهم فيدال دي عدوتها وكده، ولكن عشان ترد الساحرات بتقوم جاية رايحة جايبة جارتها واللي اسمها هارت، واللي بتكون بتقص الزرع وخلتها ساعتها تنضم معاهم في الطقوس على أساس إنها حفلة بقى فاهم أنت إيه والكلام ده كله. المهم إن هم بيجتمعوا وبيلقوا ساعتها التعويذة مع بعضيهم، أثناء ما بنشوف سبعة أشخاص شكلهم مرعف بيظهروا ساعتها قدام بيت أجاثة وبيتجهزوا علشان يفشخوها. ولكن الحمد لله يعني بوابة طريق الساحرات بتظهر، والساحرات ومعهم الست اللي اسمها هارت دي والواد اللي مش عارفين اسمه امه ده ايه بيخشوا في البوابة، والبوابة ساعتها بتختفي وراهم، وبكده هما بقوا على طريق الساحرات. وفي الحلقة الجاية بقى بالصحابة احنا هنشوف رحلتهم والمصاعب اللي هيواجهوها عشان يحققوا امانيهم يوصلوا للقوة او يوصلوا الامان اللي هم عايزينها. بس كده ده كان ملخص النهاردة، ما تنساش لسه في حلقة تانية جاية كتير قوي. فلو حبيت ان احنا نكمل قولي في كومنت وبالمرة على سبسكرايب لايك كومنت شير عشان يوصلك كل جديد. كان معكم حدوتة وتوتة توتة، خلصت على حدوتة.